بيكم في حلقه جديده من برنامج حظك اليوم، وهنبتدي مع برج الحمل. مهنيا عندك فرصه كبيره في الشغل، ما تترددش انك تقبلها. اما عاطفيا فالنهارده يوم مناسب جدا لحل كل مشاكلك مع الشخص اللي بتحبه. برج الثور، مهنيا لازم تبص لمستقبلك وتبدا حياتك المهنيه بشكل مختلف. اما عاطفيا فكل مشاكلك مع الشخص اللي بتحبه لازم تنساها وتبدا من جديد. برج الجوزاء، مهنيا عندك نيه انك تشارك حد من صحابك في مشروع جديد. اما عاطفيا فانت شخص كتوم وما بتحبش الاندماج مع الناس، بس لازم تتغير عشان تقدر تغير حياتك. برج السرطان، مهنيا النهارده ممكن يكون عندك شويه مشاكل في الشغل، فحاول تخليك مرتاح. اما عاطفيا فحاول تبعد عن الشخص اللي بتحبه النهارده لان ده هيعمل مشاكل. برج الاسد، مهنيا النهارده هتعمل شويه اخطاء في الشغل، خليك مركز عشان تقدر تتجنبها. عاطفيا التفاهم شرط اساسي لنجاح علاقتك بالشخص اللي بتحبه. برج العذراء، مهنيا في منافسه كبيره ما بين زمايلك في الشغل هتخليك عاجز انك تتطور في الشغل. عاطفيا ما تحسش بالخداع لو الشخص اللي بتحبه ما تصرفش زي ما انت عاوز. برج الميزان، مهنيا الايام اللي جايه فيها نجاحات مهنيه كبيره. اما عاطفيا فحاول تسمع صوت قلبك قدام الشخص اللي بتحبه. برج العقرب، مهنيا خليك منتبه لتفاصيل الشغل لان ده اللي هيخليك تتطور. عاطفيا ما تضيعش وقتك مع التجارب العاطفيه، خليك مركز مع واحد بس. برج القوس، مهنيا ما تخليش مشاكلك النفسيه تسيطر على ادائك في الشغل. عاطفيا ما تقارنش ما بين صوت العقل وصوت القلب لانك مش هتقدر تاخد قرار. برج الجدي، مهنيا خليك ملتزم بقاعده واحده في الشغل لان ده هيرجع الانضباط للعمل. عاطفيا الدفاع الكبير عن اشخاص غلط مش هيخليك صديق ليهم. برج الدلو، مهنيا اتاكد كويس من طبيعه الاجواء المهنيه وبعد كده خد قرار. عاطفيا انت بتدور على المصلحه في المقام الاول، بس ما تدخلش علاقه انت مش متاكد منها. برج الحوت، مهنيا خليك حذر في مجال شغلك عشان ما تدفعش الثمن غالي. عاطفيا في فتور ما بينك وما بين الشخص اللي بتحبه، فحاول ترجع علاقتكم احسن من الاول.